أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية إنهاء معاناة الشعب السوري بعد قتل ربع مليون شخص مشددا على ضرورة دعم الدول المجاورة لسوريا التي استضافت ملايين لاجئين على أراضيها لرفع المعاناة عن السوريين وتأمين كافة احتياجاتهم في تلك الدول نحن نعلم تماما أن الشعب السوري يعاني بشكل كبير حوالي ربع مليون شخص مات وعلينا فعل كل شيء لانهاء ما يحصل نامل بان لا يطيل التدخل العسكري من قبل روسيا امد الازمه ونعتقد انه يجب العمل على تحويل خطر التصعيد العسكري من اجل البدء بمفاوضات سلام جاده واتمنى من مجلس الامن والدول الاساسيه في المنطقه ان يصلوا لنتيجه انهاء معاناه الشعب السوري في الوقت ذاته يمكن للامم المتحده المساعده بما يتعلق بالازمه الانسانيه في سوريا وندرك بان الدول المجاوره مثل لبنان وتركيا والاردن والعراق يدفعون ثمنا باهظا باستقبال اعداد هائله من اللاجئين وعلينا دعم ما تمر به هذه الدول وشعوبها من ضغط على البنى التحتيه المدارس والقطاع الصحي والوظائف وعلينا التعامل مع هذا الموضوع بواسطه معالجه جذوره الا وهو انهاء الازمه والتاكد من ان اللاجئين يمكن الاعتناء بهم بطريقه جيده